انا جيت لبنان 86 30 سنه. جيت انا سريلانكا عنده بيبي واحده صغيره بيك ماتت ما فيني سادك هذا مشان هيك انا جيت لبنان. جاي عادي كونتراكت 30 سنين بعدين عايده مدام سافرت على فرنسا انا حطيتي مدام صديق بيت عادت سنة وكمان أكلات ما بيأتي إذا واحد بيت راي شغل ما بيأتي ولا شاي ولا أكل ما بيأتي هيدا مدام كتير نيها مرة ضربتي هي أنا بس هي نيها كانت أنا اللي لا ما بدي سوي مشان هيك ضربتي كيف أنا فكر بضرب برا بس ما راحت أنا أبدا مدام يمكن فكر نحن بهربين مشان هيك ما بيعطوا باسبورة ولا إقامة ما بيعطي إقامة أعطيها كوفي بس يعني الصبح بل الساعة 7 نامي الساعة 10 الساعة 8 9 أنا لا أول ما في تليفون أنا ما كان عندي فرصة على أحد مدام ما بيكلوني بيرو مدام وين راي بياخد معه انه مدام ما بيحب بيرو برا اذا شغل كلاس وافي برندا هيك طلع شيرا هيك راي يرو فاطمة هيك يعني. اغتصابهم ضربهم تنييمن على البلاكين بالشتاء بمي مسقعة يتحمموا عدم احترام حريتهم الشخصية معاناة هودي الناس عدم إمكانية اتصالهم بأهاليهم وبيطمنوا أولادهم وعماتهم وبياتهم أو إعطاء رواتب ورق مزور أوقات كان البي وولاده اثنين او ثلاثة يغتصبوها حتى اجهاض حتى سفراتهم بتطالب بمصاري يعني بتروح بيطلب منها بالدولارات بالدولار هي ما معها تاكل بالشارع يعني فهاي للأسف الأزمة كبيرة لابد ما انه يكون في تضافر جهود لحلها.